ليه الناس ما بتجيبش مجاميع في الثانوية العامة؟ خلينا نبدأ الموضوع بحقيقة واضحة وثابتة من السنة اللي فاتت. نسبة النجاح السنة اللي فاتت في الثانوية العامة كانت 72.5%، يعني من الطلاب اللي دخلوا الامتحانات نجح 72.5%. المفاجأة بقى مش في النسبة دي، المفاجأة في نسبة الناس اللي جابت مجاميع عالية. الناس اللي جابوا فوق 80%، من هو من 80% لحد 99%، دول أكتر من 67% من الطلاب. متخيلين النسبة؟ النسبة دي كبيرة جدا جدا جدا، يعني أكتر من نص الناس اللي نجحت جايبين فوق 80%، أكتر من 50 ألف طالب جايبين فوق 95%. ده بغض النظر عن إن امتحانات السنة دي هتكون أحسن من امتحانات السنة اللي فاتت لسببين: إن البوكليت اتطور وتلافوا الأخطاء اللي كانت فيه، وتاني حاجة إن الطلبة ذات نفسهم عندهم وعي أكبر بنظام البوكليت، ما تاخدوش خوانة زي بتوع السنة اللي فاتت، كانوا متعودين على الامتحانات وجات لهم امتحانات غير، فالنسب إن شاء الله السنة دي هترتفع عن الأعداد دي بكتير كمان. طيب لما هي الحياة كده زبادي في الخلاط، ليه الناس ما بتجيبش درجات؟ أنا أقول له الناس اللي مش عارفين دول حاجة من اتنين: يا إما مش عارف الطريقة الصح فين اللي هيمشي عليها عشان يجيب المجموع، يا إما مش عارف إن الموضوع ممكن أصلا، يعني فقد أمله بدري بدري وبيقول إن هو مش هيقدر أصلا، فهو مش عارف إنه فعلا الموضوع ممكن وإنه يقدر يحصل على درجات. دي شريحة كبيرة جدا من الناس، تكاد تكون تقريبا معظم الناس اللي جايبة درجات أقل من الشريحة دي. فالجهل هو أول وأكبر سبب في إن الناس ما تجيبش درجات، يا إما الجهل بالحقيقة يا اما الجهل بالطريقه. الحياه اللي بتقول ان انت تقدر تحصل في اي وقت من السنه مش مهم، الناس دي فقدت املها بدري بدري وتخلوا عن حلمهم. الطريقه ببساطه انهم معرفوش هيمشوا ازاي، او الناس توهتهم، او سمعوا الكلام الناس، او الى ما لا نهايه من الاسباب اللي كلها مرتبطه بالجهل وعدم المعرفه. تاني سبب او مجموعه اسباب كده اللي هي الاسباب النفسيه. اول الاسباب النفسيه واخطر الاسباب النفسيه عدم الثقه بالنفس. الثقه بالنفس ضروريه في الاوقات دي لسببين: اولا لانها هتدفعنا لقدام، طول ما انت واثق في نفسك فانت هتلاقي نفسك قادر على ان انت تبدا المذاكره، لكن في حاله ان انت مش واثق في نفسك فهتلاقي ايدك بترتعش اصلا وانت بتمسك القلم، مش قادر تفتح الكتاب، مش قادر تخش على الكتاب، مش قادر تقرا حتى معلومه تفيدك او تزودك في الدرجات او تغير من مسار حياتك للابد. فوق ان هو بيحفزنا وبيشجعنا دايما على ان احنا ننجز وان احنا نستمر في المذاكره، الا انه كمان بيمنعنا من الضغوطات الخارجيه والزن على الودان والناس اللي ما وراهاش سيره غيرك، وانك هتجيب او ما هتجيبش، وهتقدر ما هتقدرش، هتعجز ما هتعجز، اي حاجه من الحاجات دي. كل الناس دي بتلعب على خط واحد بس، هو انعدام ثقتك في نفسك. زي ما بيقولوا كده، فمش كل واحد فاشل، ولكن لو انت نجحت وهو مش قادر يحقق لنفسه النجاح، فبالتاكيد انت هتسيبه في مرحله الفشل وتطلع لمرحله النجاح، فهو من اهدافه ان هو يفشلك وانه يقلل ثقتك في نفسك. فثقتك في نفسك ضروريه، لان بسببها بتكون البدايات او النهايات. اللي واثق في نفسه هو اللي بيقدر يبدأ وهو اللي بيقدر يشتغل، لكن اللي مش واثق في نفسه حتى لو كان شغال قبل كده فبيفقد الثقة في نفسه فبيوقف الشغل فما بيستمرش. تاني سبب من الأسباب النفسية والمهمة جدا هي التشاؤم، اللي هو الواحد يبقى قاعد كده ومذاكر وتمام زي الفل وجيله تصورات رهيبة غريبة من أرض العجائب، كأنه عايش في فيلم رعب، مش بيثق في نفسه، مش بيثق في اللي حواليه، مش بيثق في مذاكرته، مش بيثق في أي حد، وجيله حالة مع بعض الناس إنهم بيحاولوا الانتحار فعلا. فيا سادة يا محترمين، التشاؤم ممنوع لسببين: اولا لان الحاجات دي ممكنه، لان الامتحانات ممكنه واثبتنا انها ممكنه، مش هتصدق انها ممكنه، شوف فيديو الامل، شوف فيديو ان اثبات ان في امل، هتعرف ازاي ان بالارقام الحاجات دي حقيقيه وموجوده. ولسه قايل لكم الحقيقه ان اكتر من 67% جايبين فوق 80%، فالدرجات سهله وسهله المنال كمان. فما تقولش الامتحانات صعبه او الامتحانات ما هتجيش على حسب ما انا مذاكر، تفاءلوا بالخير تجدوه. غير انت تفاءلك بالخير تجدوه هو ضروره وواقع اصلا، بغض النظر اذا كنت هتحسن من حالتك النفسيه ولا لا، لان انت لو تفائلت ده هيديك دفع ان انت تشتغل اكتر، فهو ضروره. انما لو تشائمت فهيوقفك من دلوقتي، فاحنا دلوقتي بنهيئ نفسنا لمرحله افضل ومرحله احسن، وما بنحبطش نفسنا. فرضنا ان انت تشائمت وحصل اي حاجه لا قدر الله، يبقى انت خسرت نفسك من دلوقتي وخسرت نفسك بعدين، لان التشاؤم والتفاؤل الاثنين هم اجزاء من النتيجه اللي هتحصل بعد. اولا لو انت تشائمت دلوقتي فانت هتحبط ومش هتشتغل، وبالتالي انت بتمهد لان انت تخسر في الامتحان، فده بقى جزء من النتيجه، فالنتيجه النهائيه تطلع التشاؤم. لكن لو تفائلت دلوقتي هيبقى عندك طاقه ايجابيه وتبدا تشتغل اكتر وترجع على نقاط ضعفك وتحسنها وتقول ان انا في عندي امل وهستمر، وبالتالي درجتك غصب عنك هتتحسن. ثالث حاجه في الاسباب النفسيه القلق والتوتر، اللي هي بيجي من انعدام الثقه، من التشاؤم كمان. فاحنا لو عالجنا التشاؤم وانعدام الثقه
الثقة بأننا نعرف إن إحنا اللي هنتعب فيه هنلاقيه إن شاء الله، وإن إحنا هنستمر في المجهود فهنلاقي النتيجة المطلوبة، فإحنا مش هنقلق ولا هنتوتر ولا هيكون عندنا أي حاجة من الحاجات دي. رابع سبب، وده من أسوأ الأسباب اللي بتواجهنا، اللي هو الإحساس بالتقصير وإن أنا مستحقش إن أنا هجيب درجات أو أنا مش هجيب درجات معايا. أولا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي كانت سبب في الموضوع ده، لأنه نتيجة مباشرة للبروباجندا اللي حصلت في الثانوية العامة والتهويل اللي بيحصل من الأهالي ومن المدرسين ومن الطلبة نفسهم على الثانوية العامة. ثق بنفسك إن أنت هتقدر وما تستهونش بعملك. قلنا المذاكرة عمل عقلي زيها زي أي عمل عقلي، سهلة جدا نحط وقت وتركيز في المذاكرة، فأكيد أي سؤال ذاكرته وجالك في الامتحان انت هتحله ان شاء الله. فاحساسك بالتقصير هو اللي هيخليك تقصر فعلا، فبلاش تحس بالتقصير وثق في نفسك، بلاش تستهونوا بقدراتكم للدرجه اللي تخليكم عاجزين عن ان انتوا تشتغلوا اكتر، لان الاحساس بالنقص والاحساس بالعجز والاحساس ان انت مش هتقدر في الوقت ده خطر جدا، وهو السبب الرئيسي في خليك ان انت مش هتقدر وان انت مش فعلا هتقصر. فحس بقيمتك وحس بقدرتك. دي الاسباب النفسيه، الاسباب المجتمعيه والاسباب البيئيه زي ما بنقول كده. اولا من ضغوطات الاهل، حاول اول حاجة تعزل نفسك عن كل الحاجات دي، لان اي ارتباط ولو صغير بيها هيضيعك انت. لسبب، اولا انت حتى لو مش هتتأثر بالحاجات اللي بتتقالك دي، فانت بالتأكيد بتاخد فيها وقت اكتر، ووقت في التغلب عليها، ووقت في ان انت تقول لا انا مش هيحصل معايا الكلام ده، ووقت 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 مستهلك على الفاضي احنا ما نملكش رفاهية ان احنا نضيعه. فاعزل نفسك عن اي حد يقول لك انت هتفشل، قول له ماشي حاضر، ويبقى تعالى بكره. يا عم ده انا فاشل، ده انا احمق، ده انا مش هجيب اي حاجة، ايه يا عم ده انا بتاع حاجة. خلي الاسباب دي كانها بتمر عليك مرور الكرام، مالكش دعوه بيها، كانهم بيتكلموا عن حد تاني في زمن تاني في كون موازي تاني، مالكش دعوه باي حد، مالكش دعوه غير بنفسك بس، وما تسمعش الا لنفسك بس، لان شئنا او ابينا ما حدش هيعرفك اكتر من نفسك. اللي بيقولك مش هتقدر هو كذاب، لانه ما يعرفك وما يعرفش الغيب وما يعرفش الامتحان هيجي ازاي، ما يعرفش التنسيق هيجي ازاي. كل اللي ما يعرفش دي هي في صالحك انت مش في صالحه هو، وبتعزز حقيقتك انت مش بتعزز حقيقته هو. فابعد عن كلام الناس ومالكش دعوه بايا كان الكلام اللي بيتقال ايه، وامشي في طريقك. دي هي اكتر الاسباب اللي بتخلينا ننقص درجات في الثانوية العامة. نيجي بقى للامتحان ذات نفسه، درجات القليلة بترمينا دي اللي هي انعدام التركيز والمذاكرة الغلط. وعلشان انعدام التركيز والمذاكرة الغلط احنا عملنا لكم الكورس كامل اسمه ألف ملزمة وملزمة، لازم الكل يسمعه ويركز فيه عشان تعرف طرق المذاكرة الصحيحة ازاي، وازاي تتعامل مع المادة العلمية كل مادة بنوعيتها، وبكده تكون معاكم المذاكرة السليمة والصحية، ومعاها الطريقة السليمة والصحية اللي انت تعيش بيها في الفترة دي. فما تسمعش الكلام حد، ما تقعش تحت ضغوطات حد، وحفز نفسك دايما على الأفضل، وما تتشائمش، ثق بنفسك ومالكش دعوه بالامتحان. الامتحان هيجي وهتجاوبه ان شاء الله بقدر ثقتك في نفسك وبقدر عملك. فارجو من الجميع ان دي امانه عندك ان انت تشير الفيديو ده لكل الناس، لان في ناس كتيره جدا 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 معرفتش وضاعوا بسبب انهم ما يعرفوش. وعرفوا بعضكم وساعدوا بعض في الكومنتات تحت، لو حد عايز اي سؤال يسالني في الكومنتات وانا هجاوب عليه ان شاء الله. وحتى موعد العلم القادم ابقوا على علم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.